البعض بيسأل ويقول والله واضح كده من اتجاه الدولة وزي العالم كله ما بيعمل إننا لازم ننزل بقى نشوف شغلنا ونشوف الدنيا ماشية إزاي. لكن في فئة اللي هم أصحاب المطاعم، الناس بتشغل في النشاط الرياضي، الناس اللي بتشغل في السينما والمسرح، الناس اللي عليها أقساط، بيقول لك طب أنا يعني أنا موافق أنزل بس الدولة مش سامحه لي، أنتوا هتسيبوني كده لحد دلوقتي؟ وإذا كنت أنت اديت امتيازات لصاحب منشأة سياحية كبيرة جدا تمنها 500 مليون، أنا عندي مطعم صغير ولا قهوة صغيرة تمنها 300 400 ألف جنيه ما اديتنيش حاجة. هي الفكرة، الامتيازات هنا مش بتمنح على حسب النشاط حجمه إيه قد ما هو أنت كنشاط قادر على تطبيق إجراءات احترازية أم لا. علشان كده مثلا الشواطئ العامة كانت مغلقة أو ممنوع التواجد فيها في العيد، لكن شواطئ الفنادق كان مسموح. هل ده كان نوع من التفرقة؟ لا، هو ما كانش نوع من التفرقة. أنا كحكومة ألزمت هذه الفنادق بإجراءات احترازية معينة، هي قبلت يعني قابلت الالتزام بها، وكان في لجان تفتيش عليها. طب ممكن تسمح لي هنا هذا المثل القياس عليه يعني مش هو اللي انا قصدته. المطاعم مغلقه بقرار رئيس مجلس الوزراء، اللي واحد عنده مطعم في شارع جانبي، واحد عنده مطعم بسيط يعني، فبالتالي هو حتى لم يطلب منه اشتراطات معينه عشان يفتح. لا، المطاعم حضرتك تحديدا المطاعم شغاله دلوقتي بخدمتين، خدمه التيك اواي وخدمه الدليفري. خدمه الدليفري على مدار 24 ساعه، وخدمه التيك اواي لغايه ما ميعاد الحظر. والمطاعم اللي جوه المولات مغلقه؟ لا، المطاعم اللي جوه المولات نفس المطاعم. لا انا اقصد يا فندم ايه، معلش، العماله اللي بتشتغل في الاماكن دي بتعتمد اكل عشاء على السيرفيس، على الخدمه اللي بتقدم لواحد يجي يقعد في المطعم. فهو بيقول ايه، طب ما تديني انا كمان 25% الكاباسيتي، الساعه بتاعتي في جلوس الناس بالضوابط اللي انت حاططها للاوتيلات، وسيبنا افتح. تمام. كده 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 نقطه حضرتك وصلت. ولها منطق طبعا. لها منطق. وخلينا اقول لحضرتك واطمنهم ان كل هذه الموضوعات فيما يخص السينمات والمسارح والمقاهي والمطاعم، كل هذا سيتم مناقشته خلال هذا الاسبوع. هذا الاسبوع في اجتماع لجنه الازمات. ده مش معناه ان احنا يعني الميعاد لازم نعلنه هذا الاسبوع ايضا، لكن على الاقل الاجراءات النهائيه، يعني الميعاد الوحيد اللي انا متاكد ان احنا ان شاء الله هنعلنه هذا الاسبوع فيما يخص مواعيد فتح دور العباده بالاجراءات الاحترازيه الجديده. لكن بقيه الاماكن زي النوادي الاجتماعيه والرياضيه والمطاعم والمقاهي سيتم دراستها ايضا، وموجوده على مدرجه على جدول اعمال. طب هنا في منطق برضو، وبرضو معلش انا برضو لسه ما زلت عشمان في ساعه صدرك. اتفضل. هو بيقول لك انت هتسمح ب 200 300 مصلي لمده تقريبا نص ساعه، ساعه الا ربع، يبقوا مع بعض في مكان اربع مرات في اليوم ووفقا لاجراءات احترازيه، هو او خمس مرات في اليوم. هو بيقول لك طب ما انا مطعم كل اللي عندي 20 ترابيزه، لو انت اديتني منهم نصهم يعني حالي هيمشي. هي النظريه واحده يعني، واللي هياكل مش هياكل في اكتر من نص ساعه ساعه يعني. تمام. ما هو وعشان النظريه واحده التطبيق الفعلي مش هيختلف، مش يعني مش هيفرق كتير عدد الايام، يعني ربما ده يسبق ده باسبوع او اسبوعين، يعني مش بنتكلم. والله اليوم فارق مع الناس دي يا سياده المستشار، وفعلا وحاسين بيهم، وفي استغاثات ومناشدات وصلت لرئيس الوزراء، والموضوع ده بيلقى اهتمامه. علشان كده لما قلنا نفتح للمطاعم خدمه الدليفري 24 ساعه ونفتح لهم خدمه التيك اواي، كل ده من اجل التخفيف عليهم. لكن طبعا متفق مع حضرتك ان في بعض المطاعم خدمتها الاساسيه معتمده على الجلوس الفعلي للزبائن داخل المطعم. طب هل يمكن يعني تقديم اي شيء؟ يعني هي الناس ما تقدم لهاش حاجه، لا هم عندهم اعانه البطاله اللي خدتها العماله غير المنتظمه، ولا عندهم امتيازات اللي خدتها الاوتيلات الكبيره. ايه اللي ممكن نقدمه لهذه الفئه اللي انا بعتقد انها هامه جدا في اقتصادنا يعني؟ لا يعني صعب ان احنا نوعد بتقديم اي شيء فيما يخص الدعم المالي، لكن كل ما نعد بيه ان احنا يعني ان شاء الله يعني اقتربنا كثيرا من ان احنا نعاود الفتح فيما بالاشتراطات الجديده اللي حضرتك زي ما حضرتك اديت مثال ان المطعم يشتغل ب 25% من عدد الزبائن الفعليين يكونوا متواجدين، وعدد ما يكونش عدد معين متواجد على نفس الطاوله، او يكون في مسافات ما بين الطاولات. كل هذه الاجراءات سيتم اخذها في الاعتبار، وان شاء الله لما نفتح المطاعم هنفتح بهذه الاشتراطات وتزداد تدريجيا، يعني طيب يبتدي ب 25 معلش برضو نوصل 50%. هل يمكن ان تتبنى الحكومه، انا مش عارف دي تصاغ ازاي بس مجرد اقتراح، يعني الوساطه بين القطاع الخاص وبين
يعني بعضه البعض، ناس اللي مأجره كافيهات، ناس اللي مأجره مطاعم، من مستثمرين كبار، من اماكن حكوميه حتى، من يعني تراكم عليهم الايجار ومفيش دخل، وتراكم عليهم الديون ومفيش دخل، واللي جايب حاجه بالقسط الشيك ما زال هو هو، وحتى الان لم يصدر حكما قاطعا باعتبار ان كورونا قوه قاهره تلغي العقود او الالتزامات. فنحل ازاي يعني؟ يعني ربما الحل ياتي عن طريق المبادرات الاجتماعيه والمبادرات اللي بيقودها الاعلام، ان احنا يعني اصحاب هذه الحقوق ان هم يتساهلوا او يبدوا قدر من التساهل، لان الناس فعلا في وضع ازمه، والوضع ده مش هم اللي خلقوه ولا هم تسببوا فيه، ده هم وجدوا انفسهم فيه. فيعني بضم صوتي لصوت حضرتك، يعني هي في الاساس يجب ان تكون مبادره اجتماعيه، مبادره يقودها الاعلام لحل هذه المشكله. يعني إن أمكن أن نطرح أيضا أن كل هؤلاء اللي تم إغلاقهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إن نقسط لهم الكهرباء، نعفيهم من حاجة، يعني الضرائب فيها كلام، لأنه بصراحة هم حتى مش عارفين إمتى هيرجعوا تاني. ما زلت يعني المطاعم الصغيرة فقط لا غير، لأنه بصراحة امبارح طرحنا الموضوع وجدنا كم من الرسائل يعني لم أكن أتوقع عدده، والعبارات يعني أكيد مؤثرة جدا. يعني يجدوا الفلوى في ذلك، في ان شاء الله مواعيد الفتح يعني اقتربت بشده، هم صبروا الكثير، يعني لم يعد يتبقى سوى ايام قليله، ربما اسابيع قليله على اقصى تقدير، ان شاء الله يعني نتجه ناحيه الفتح التدريجي المنضبط، واللي هيشجعنا على كده ان احنا لما قلنا موضوع الكمامات في وسائل النقل العام وفي الاماكن، لقينا التزام غير عادي من المواطنين. ده حصل. مش هتفرق بقى الالتزام، سواء هو مواطن ملتزم من نفسه او خايف من العقوبه، المهم في التزام في النهايه. فنفس الحكايه ان شاء الله، ده هذا التطبيق هيشجعنا في التوسع لفتح مزيد من الانشطه وفق هذه الضوابط في الفتره اللي جايه باذن الله. طيب معلش هنقل حضرتك لموضوع تاني، موضوع مكاتب البريد، تم هل هو إقرار أم اقتراح أم قرار تم اتخاذه أن تحل محل الشهر العقاري في بعض الأمور؟ هي مش تحل محل، هي مكاتب البريد في حوالي 33 مكتب بريد تم التوافق على أنها تقدم خدمات الشهر العقاري، يعني تساعد يعني في تقديم هذه، يعني موظف الشهر العقاري ينتدب لمقر مكتب البريد. بالظبط كده. يعني لان خدمات الشهر العقاري يجب ان تتم من خلال الموظف الشهر العقاري اللي هو بيبقى حالف يمين، وبيبقى فيه اشتراطات قانونيه معينه في هذا الموظف، فهو في ظل طبعا قله عدد المقار وازدحامها، فاحد بس يعني نشهد ايضا انه البنوك والبريد عليهم زحمه، يعني مش يعني كده بنضيف عبء عليهم يعني. لا، ما هي لما بنختار، عشان كده اخترنا 33 مكتب، احنا عندنا 4500 مكتب بريد، ليه 33 من ضمن ال 4500؟ طبعا توسمنا فيها كل هذه الشروط، انها تكون يعني من لديها من المساحه والسعه ان اضافه خدمه جديده ليها مش هيتسبب في تعطيل باقي الخدمات او مزيد من الالتحام، فهي يعني مكاتب اختيرت بعنايه في هذا الموضوع. فمن ضمن الافكار ايضا التوسع في هذا الموضوع، في ضم مكاتب الخدمات التكنولوجيه، دي عندنا دي مكاتب موجوده في المحافظات بتقدم خدمات مميكنه للجمهور، وهي طبعا علشان مكاتب كلها حديثه، هذه الخدمات حديثه مزوده باحدث تكنولوجيا الانترنت والاتصالات، ايضا ستعمل وستساعد مكاتب الشهر العقاري، لكن ده يعني موضوع مؤجل لسه، هنستقر الاول على ما هي هذه المكاتب وبعدين نعلن انها دخلت هذه الخدمه. انا طولت، انا عارف، بس معلش.